محمود هاشم محمود وعاوزين نستخرج دي معاليك ان هو شغال برضو على تطبيق الدرايفر وديني عاوزين برضو نستخرج التقييم بتاعه من شركة الدرايفر وديني عايزين إلى أنه قد أوقف أثر من تغاوى السبب لا دخل لإرادتي فيه ألا وهو مكنة المبنى عليها من القفز من السيارة زوجا عن حريتها على النحو ما ورد بالتحقيقات هذا القصد تعاطي جوهر مخدر حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانون قاد مركبة حاملة اللوحات فين صاد 6411 حالة كونية واقعا تحت تأثير مخدر كلام ده حصل يا محمود افضل عليك والله العظيم انا ما عملت كده والله ولا لا لا فندم ما قصدش كده فندم والله العظيم ثلاثه فندم والناس حطها عليا انا لو في فشعه احطها على لساني عشان يبان قدام اهلي وقدام ناس ان انا ما عملتش كده وخلاص انا اسف عليك سلام عليكم ولا لا لا فندم لا لا فندم ما قصدش كده ابكر ميرا تمام عليك